ماذا لو؟ بنصحى بدري. من شهرين قررت أغير حياتي، أعمل تغيير كبير وأصحى بدري. تبدو فكرة سطحية ملهاش معنى وملهاش لازمة. أنا كنت بفكر كده برضو، بس أنا حسيت إن حياتي ملخبطة ومش عارفة أنظمها، فدورت ممكن أبدأ منين. ساعات شغل معينة مثلاً ألاقيني مش عارفة أركز. طب ورك أوت ويوجا؟ لا مكسلة. طب نام بدري؟ لا عندي أرق وبفضل صحية لحد 4 الفجر. راسي وجعتني من التفكير وتعبت من التجارب اللي بحاول أنتظم عليها وأفشل. فقلت خلاص أنا أبدأ من الأول خالص بحاجة بسيطة جداً. أنا ظبط بس أني أصحى بدري، يعني حتى لو نمت 4 الفجر هصحى بدري. فقررت أصحى 7 علشان 5 بدري قوي و6 لسه مظلمة، بس كنت برضو لسه بنام متأخر. فصحى 7 تعبانة، أقعد أبص على السقف لحد الساعة 10، بعمل قهوة 2 3 وما بفوقش، وأبدأ شغل بجد الساعة 12. بس أنا قررت مش هيأس وهفضل أصحى برضو الساعة 7. شوية بدأت أعمل روتين، أعمل قهوة وألعب يوجا. يومي بقى أطول وطاقتي بقت أعلى وبقيت أعمل حاجات كتير قوي في اليوم، وطبعاً بنام أحسن وأعمق بكتير. لأني فكرت فيها كده، إيه اللي ممكن أعمله بعد الساعة 9 أو 10 غير نخرج مع أصحابي أو أتفرج على فيلم؟ لا التلاجة لا. المهم أنا قلت أقرأ عن الموضوع، إيه اللي خلى تغيير بسيط زي ده يأثر في حياتي كلها بالشكل ده؟ في كتب كتير بتتكلم عن أحسن العادات للنجاح، وبيبقى منهم دايماً إنك تصحى بدري، ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات كبيرة كتير بيتفخروا إنهم ما شاء الله عليهم بيصحوا من النجمة، يبدأوا يشتغلوا وبيشجعوا الناس على ده. بس هل ده معناه إن الصحيان بدري مهم لنجاحك؟ لا. ليه؟ لأن فعلاً الصحيان بدري مفيد جداً، بس مش لكل الناس. وزي ما في ناس نهاريين زيي بتزيد انتاجيتهم الصبح، في ناس تانية ليليين بتزيد انتاجيتهم بالليل، وناس في النص لا كده ولا كده. ودول 50% من البشر تقريبا، يعني من كل 4 اشخاص على هذا الكوكب واحد بيبقى منتج اكتر الصبح، وواحد بيبقى منتج اكتر بالليل، واتنين في النص يعني ولا كده ولا كده. واكتشفت ان الموضوع ده مرتبط بالجينات. والله انا اتفاجئت زيك. The Journal Nature Communication عملت دراسة على 70,000 شخص، ولقوا انه في 350 جين عند الانسان بيتحكم في موضوع انتاجيتك اذا كنت شخص صباحي او ليلي. فالخلاصة لازم تنظم وقتك بالطريقة المناسبة ليك. لو عاوز تعود نفسك تصحى بدري، خدها واحدة واحدة وبالتدريج، وتأكد انك بتنام عدد ساعات كافية. وافتكر ان الصحيان بدري مفيد بس مش لكل الناس. وهتعرف منين؟ ما انت طول الوقت بتصحى لي 12 الظهر. جرب فترة وشوف اذا كنت شخص صباحي زيي او ليلي او بين البنين. وفي كل الحالات راقب نفسك، امتى بتبقى مصحصح وقادر تنجز وامتى لا. وخليك عارف ان اي تغيير بياخد وقت ومجهود، بس النتيجة هتبهرك.